سادتي وأحبتي مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى البصرة، ومنها المشترك سجاد قاسم ساري. قصيدة يا أبو صالح يا حبيبي قلوبنا، طبعا اللحن أنا مختارة مسبقا ودزيتها للشاعر، فاستشارت المدربين يعني أنه بهاي القصيدة واللحن يعني أبدأ ورأيهم يعني أنه اللحن جدا ممتاز والأداء كذلك جيد. نعم ماكو أي ملاحظات إلا يعني مختصة بالطبقة وبعض الأمور البسيطة. السلام عليكم. الله يا الله. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سجاد قاسم الساري، العمر 27، محافظة البصرة. أحسنت. نقرأ عليكم إن شاء الله هذه الليلة لصاحب العصر والزمان، تعجيلا في فرجه الشريف، صلى على محمد وآل محمد. الله صلى الله. آه يا مهدي يا تال الصدق بالقاع، وين انت يا تال الصدق بالقاع، وين انت ما ظل درب عنك ما توسلت، يا الوادم انا مظلوم حبيبي شوفني بس أنا ما شفته، حبيبي شوفني بس أنا ما شفته، بس بجفوف ديل اليوم ما جست أدورك أدورك بالهوى لوين 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 أدورك بالهوى لوين لا 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 وين أحلفك بالمخل الماي 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 الظهر يتوسل بشفته، أحلفك عجل بالفرج مولاي صلوات. يا أبا صالح يا أبو صالح يا حبيب قلوبنا، ظلمة من دونك يا غالي دروبنا، ظلمة وبعازت نهارك بينا شمس وانتظارك، ظلمة وبعازت نهارك بينا شمس وانتظارك، والهجر مرتدر يا محبوبنا، صل على محمد وآل محمد. يا أبو صالح يا حبيبي قلوبنا، ظلمة من دونك يا غالي دروبنا، يا أبو صالح يا حبيبي قلوبنا، ظلمة من دونك يا
غالي دروبنا ظلمة وبعازت نهارك بينا شمس وانتظارك والهجور مرتد ريام حبوبنا والهجور مرتد ريام حبوبنا. يلا يا ابو صالح يا حبيب قلوب ظلمة من دونك يا غالي دروبنا يا ابو صالح يا ابو صالح يا حبيب فدوى صوتك ظلمة من دونك يا غالي دروبنا ظلمة وبعازت نهارك بينا شمس وانتظارك والهجور مرتد ريام حبوبنا والهجور مرتد ريام وانت غايب عمري ضايع فشوف عيونك وانت غايب عمري ضايع دونك منيتي بالطيف اشوف عيونك واقعد قبالك واقول شلونك واقعد قبالك واقول شلونك استقرت بيك جاوين النوى ابراض وامترى في ذي طوى استقرت بيك جاوين النوى براض وأم ترى في ذي طوى اليمتين شوفك يمه بكربلاء اليمتين شوفك يمه بكربلاء وكلمة العجل نبد دلها بهلا وكلمة العجل نبات دلها بهلا حزنك تصور حجم مقياسه حزني لحسيني بفقيد عباسه يا جمر ما يطفى ثارك بينا شمس وانتظارك والهجور مرتد ريام حبوبنا والهجور مرتد ريام حبوبنا. صل على محمد وآل محمد. للشاعر السيد علي عبد الزهر الناجي. أحسنت يا عزيزي أحسنت. نعم أستاذي يا صحاف تفضل. أحسنت ملا سجاد جميل جدا. مقام الحجاز كان بالبداية حول الإمام المهدي الكلام الغير يعني إيقاعي، ثم بعد دخولك بالقصيدة المستهل يا أبو صالح يا حبيب قلوبنا، ممكن أنت ناوي على الكورد لو ملحن الكورد، لكن كانت الجملة أديتها بيات يعني المستهلات كلها بيات، والقصيدة كان بيها لحنا يعني من حيث اللحن كان بيها ميلان إلى البيات وإلى الكورد، وخصوصا باستقرت بيك شاوين النوى، هذه كانت كلها نوتات أو درجات عرضية لمزخرفة وجميلة.
وبشكل عام يعني أنت أدائك كان أداء سليم، ولكن أكثر هذا النوع من الأداء يفيد للاستوديو أكثر ما يفيد للجلسات الحية. شكرا لك. شكرا جزيلا أبو زكريا، تفضل. أحسنت سيدنا، شكرا جزيلا لك، وشكرا لملا السجاد، أحسنت يا حبيبي، الله يبارك بك. المقدمة اللي قرأتها كانت جيدة، وأن كانت في طبقة صوتية واحدة يعني ما تنقلت فيها، كان يحتاج إلى تنوع شوية بالجمل شوية جواب. اللي سمعك يقول هذا ما عنده جواب، بعدين بالقصيدة بين عندك جواب وجواب جيد ومستقر. في المقدمة أتكلم القصيدة كنت أروع يعني بالقصيدة حقيقة. أنا أشوف اللحن جميل، وحتى لحن عزائي أشوفه جدا ناجح يعني، وأنت أجاديت أداء حقيقة، سواء في المستهل كانت طبقة مستقرة، دخولك للأبيات جميل، الصعود للجواب كان جميل، انتقالاتك حلوة، إيقاعك جيد، شوية كم مكاني شوية الإيقاع يعني فقدت حقيقة، وأشوف أداءك ما شاء الله. بس مسألة واحدة ملاحظة الأهم أشوفها، حضورك شوية، نظراتك إشارة يعني أنت خلي بين عليك التفاعل، حتى الحاضرين أيضا يتفاعلون. أنت ملتي شوية بالقصيدة أكثر ما هاي، أديت اللحن جيد، ولكن التفاعل والحضور إلى دور كبير، والأساتذة والملالي يعرفون هذا الشيء، يعني الإدارة والقيادة وهذا لها دور كبير في إدارة المجلس وإيجاد هذا التفاعل في من للحاضرين. أحسنت والله يبارك بك. شكرا جزيلا. أستاذ حسام تفضلوا. حبيبي سيد حسنين سجاد، أديت أداء جيد ممتاز نقدر نقول كده. أنا كان مضايقني المايك جدا، لأن شاورت لك في الأول حتى تبعده وشفتني وبعدته وبعدين رجعت تاني. المشكلة إن إحنا صوتك بيتشوش، ما بنسمعش صوتك حلو، فاهم قصدي؟ يعني الصوت بيتدمر قبل ما يجيلنا. بالنسبة للمقام أنا شاكك برضو في المقام، فممكن أرجع للمدربين. هو المقام أصلاً كان كرد في الأول ولا كان بياتي؟ يعني بيات، هو كان بياتي أصلاً. بيات، نعم. بيات، أوكي. يبقى أنت اللي قلته كان مظبوط إلى حد ما. تنقلاتك كانت حلوة، عندك جوابات وعندك قرارات، يعني سمعتنا فرايتي حلوة وتنوعات حلوة. بس هو طبعا زي ما قال أستاذ يحيى أن أنت كان محتاج تجاوب شوية مع المجلس عشان يحسوا بي. غير كده كنت ممتاز، وبالتوفيق يا حبيبي إن شاء الله. شكرا جزيلا. سمحت الشيخ تفضل. أحسنتم ولا بارك الله بيك، موفق إن شاء الله. اختيارك للنص كان رائع وجميل، توظيفك والمقارنة ومخاطبة الإمام كانت رائعة جدا، بارك الله بيك. شكرا جزيلا، موفق ان شاء الله. مولا عزيز، الله يبارك لك. الحمد لله كانت القصيدة جيدة واللحن ايضا جيد، ولكن بعض الملاحظات من لجنة التحكيم انه هذا اللحن اللي اديت به انه اكثر شيء يناسب جو الاستوديو، يعني أو جو خاص في المجلس الحسين. الحمد لله من خلال هذا البرنامج، برنامج وجهة الحسين، يعني غض النظر عن جو المسابقة، أنه استفادينا من الاحتكاك مع خدام الحسين الكبار ومقاربين لنا في العمر، وهذا البرنامج إن شاء الله يكون إلى ثمرة بالمستقبل إن شاء الله، من خلال التحضير والتجهيز للمجالس الحسينية القادمة إن شاء الله.